فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ترديد ألفاظ الإقامة مع المؤذن ثم بعد انتهائه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره؟ هذا بعد الأذان، الذكر هذا بعد الأذان. أما إجابة المؤذن في الإقامة فهو سنة مثل ما يجيبه في الأذان، نعم، لأن الإقامة أذان، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.